بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص شديد زي ما ذكرنا قبل كده على اتباع هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حرص على اتباع كل شيء، وكمان حرص على نقل كل حاجة تعلموها من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بعده، لا سيما مثلا في أمر مهم وخطير زي أمر الصلاة، الصلاة التي هي عماد الدين. اللي بينكر السنة النبوية وبينكر ثبوتها هو منكر لفرضية الصلاة. أمرنا بالصلاة في القرآن الكريم، لكن شكل الصلاة وكيف نصلي تعلمناها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال ما رواه أهل الحق والعدل الصحابة الكرام ومن تبعهم إلى أن وصل إلينا هذا العلم تقي عن تقي. عرفنا إزاي شكل الصلاة وماذا نقول فيها وهيئات الصلاة والأركان والسنن وخلافه من العلوم المتصلة بهذا من خلال استقراء الحديث النبوي الشريف. إحنا قلنا امبارح في حلقة أمس وذكرنا بحديث مالك بن الحويرث، وقلنا إن إحنا هنشرح الحديث عشان من خلال شرح الحديث نفهم قد إيه خطورة من يكذب أو يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا مالك ابن الحويرث الصحابي الجليل بيحكي ونذكر بذات النص، وحنضيف إليه نص تاني عشان نشوف اتعلم إيه سيدنا مالك من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد كده علم قومه ما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام وانتشر هذا العلم. سيدنا مالك بن الحويرث بيقول: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون. إحنا كلنا قريبين من بعض في السن وشباب، وكلنا أعمار متقاربة جدا. فبيقول: فأقمنا عنده صلى الله عليه وسلم 20 يوما وليلة. وبعدين بيقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا،
طبعا هم جايين للنبي عليه الصلاة والسلام من مكان بعيد، جايين يطلبوا الحديث من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلموا إزاي العلم، وإزاي يؤدوا العبادات، وإزاي يقوموا بالمعاملات، وإزاي يعني يقومون بحق الله سبحانه وتعالى وحق العباد في سلاسة ويسر. هم جايين قاطعين مسافة عشان يقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتلقوا العلم، وفرغوا نفسهم الأيام دي العشرين يوم وليلة لتلقي الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. وبيوصف سيدنا مالك بن الحويرث مدى ما رآهم من رفق النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول كان رحيما رفيقا. وبيقول السبب لما ظن، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا مالك بن الحويرث بيقول فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، بدأ يعرف يتفقد أحوالهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف مين منهم اللي متجوز ومين اللي لسه متجوز، مين اللي له أب وله أم له أولاد. فهو بيقول سألنا عمن تركنا، مين اللي احنا سبناهم وجناله بعدنا، فبيقولوا أخبرنا، احنا قلنا له الوضع بتاعنا إيه. قال ارجعوا، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما اداهم جرعة الحديث المطلوب أن يكونوا يعني ياخدوها ليعملوا بيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما علمهم وهم تفرغوا هذا الزمان لتلقي العلم، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. هيعلموهم اللي تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده في الحديث جاء إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. النبي علمهم عليه الصلاة والسلام كيف يصلون كما سنرى في المروية الثانية. صلى قدامهم وراهم إزاي يصلوا بالتفاصيل، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قال لما يجي وقت الصلاة لازم يكون في رفع لهذه الشعيرة، شعيرة الأذان، سواء كنتم سافرين أو كنتم مقيمين حد يرفع الأذان إذا جي وقت الصلاة، ويأمكم أكبركم سنا. وحنفصل الكلام في معنى هذا الحديث. وها هو بعد ما تلقى سيدنا مالك بن الحويرث العلم من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد أن تعلم أصبح يعلم، وامتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام علموهم ومروهم. ما ترجعوا لأهلكم أقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، هيعلموهم إيه إلا اللي هم تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول مالك، يقول بيقول لبقى القوم ألا أنبئكم عن صلاة رسول الله، أو ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب أقول لكم إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي؟ وبعدين بدأ يشرح لهم إنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، وذاك هو بيقول مالك، لما النبي بدأ يعلمنا يعني ده ما كانش ذاك في غير حين صلاة، يعني ما كانش وقت صلاة مفروضة أو شيء. فبيقول فقام، يعني كانت النبي بيتطوع بالصلاة عشان يعلمهم، فقام ثم النبي قام في الصلاة اللي هو ركن القيام، وبدأ يوريهم النبي إزاي صلى، وقف إزاي، وبعدين ثم ركع فكبر، ثم ركع يعني ركع الأول وبعد كده قال إيه الله أكبر، ثم رفع رأسه فقام هنية، يعني بعد ما قام من الركوع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مش على طول راح يهوي إلى السجود، لا، فقام هنية، يعني استنى شوية بعد أن من الركوع، انتظر حب، وبعد كده ثم سجد. الصلاة بتؤدى بتؤدى، هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه هنية بين الإيه؟ بين السجدتين، مش على طول ورا بعض يركع وبعدين يسجد ويقوم بسرعة زي ما كتير مننا بيقوم بكده، هقول بعض مننا بيقوم بكده، لا، كانت الصلاة بتؤدى بتؤدى بهدوء. فبيقول ثم رفع رأسه هنية، وبعدين الراوي بيقول فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا،
الشيخ بتاعهم اللي هو نبي عليه الصلاة والسلام أقاموا فيهم برضو، وكان عمرو بن سلمة، وهو كان بيصلي بنفس الهيئة اللي تعلمها. فهو بيقول نفس الصلاة اللي علمها لنا مالك بن الحويرث هي ما كان يعلمها لنا شيخنا عمرو بن سلمة. قال أيوب، أيوب ده اللي هو راوي الحديث، راوي الحديث، بيقول كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. يبقى في رواية إن بيحكي لنا مالك بن الحويرث عن الأيام اللي قعدوها وراحوا قعدوا عند النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلموا ويتلقوا الحديث، وبعد كده الرواية الثانية اللي بيرويها عنه التابعي كان أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، بيحكي بقى إزاي لما رجع مالك بدأ يعلم قومه إزاي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا العلم ماشي إزاي. الراوي أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، ماشي العلم هكذا. وبعد كده بيعلق كمان الراوي إن نفس الطريقة دي في الصلاة إحنا تعلمناها من الشيخ الكبير من عمرو بن سلمة، أو تعلمها إياه. فدي طريقة تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين إرساله بعد ما بيعلم الناس لأقوامهم كي يعلموهم ما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده بيوضح في سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه، بيوضح لقومه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ألا أريكم إزاي كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت صلاته. وكان ده النبي بيدربهم عليه في غير وقت الصلاة المكتوبة، يعني كانت من النبي صلاة تطوع بقصد التعليم. يعني أنا ينفع أفترض صلاة كده عشان أعلم الصغار أو أعلم طلبة العلم؟ نعم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول صلاة تطوع من أجل التعليم، ليست بفرض ولا نافلة. فلما شرع مالك ابن الحويرث رضي الله عنه في الصلاة، قام رضي الله عنه وكبر للإحرام، كبر الله أكبر للإحرام، بيوريهم كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم ركع الأول فكبر، فكانت التكبير بتاع للركوع بعد الركوع مش قبل الركوع. ثم رفع رأسه فقام هنية، زي ما قلنا إنه رفع رأسه من الركوع، وهكذا لابد إنه يصلي المصلي يرفع رأسه من الركوع يستنى شوية، مش على طول ينزل للسجود. هنية كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني وقف قدر يسير بين الركوع والسجود، وبعد كده سجد، ثم رفع رأسه هنية بين السجدتين، يعني المراد إنه يجلس بين السجدتين وقت يسير، وبعد كده يسجد السجدة التانية. ثم أخبر التابعي أبو قلابة عبد الله بن زيد إن سيدنا مالك التابعي، يعني التابعي هو الذي رأى الصحابة ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة وكان مسلما وظل على إسلامه إلى أن مات، شاف صحابة رسول لكن ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بيروي إن هو الراوي إن مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلى بهم صلاة مثل التي يصليها عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وكان شيخهم وإمامهم. شوف توافق العلم، وإن بيجي من أكتر من طريق بهذه الصورة، فكيف نقول إنه السنة يعني لم تثبت ولم تأتينا من طرق كثيرة؟ ده كلام هراء مجافي للعلم ولحقائق العلم. راوي الحديث أيوب
بيقول اللي هو راوي الحديث عن أبي قلابة، قلنا رواه أيوب عن أبي قلابة، أبو قلابة من طلبة عمرو بن سلمة رضي الله عنه، إنه كان بيعمل شيء لم يرى غيره يفعله، وهو إنه كان بيقعد، هو بيوصف كده صلاة مالك بن الحويرث اللي تلقوا عنه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبيقول إنه كان بيعمل حاجة، إنه كان بيقعد في الركعة الثالثة والرابعة، يعني بين الثالثة والرابعة. إزاي؟ المراد إنه كان بيقعد بين السجود الثاني في الركعة الوترية وبعد كده يقوم بعدها، وهي اللي بتسمى جلسة الاستراحة. يعني إيه؟ يعني ركعات مثلا نقول الصلاة الرباعية، الركعة الأولى دي وترية، الركعة الثالثة وترية، فبيجي في الركعة الأولى بعد ما خلص السجود الثاني في سجدة أولانية سجدة تانية، يقوم بعد السجدة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما بيقومش مرة واحدة، لا يستنى شوية وبعد كده يقوم للركعة الثانية، بيعمل نفس جلسة الاستراحة دي في الركعة الثالثة، يجي بعد السجود الثاني بعد ما يخلص السجدة الثانية يقعد هنية، يقعد شوية شوية كده، وبعد كده يقوم قايم للركعة الرابعة. ده بيكون فين؟ في الركعات الوترية، يعني إن تلك الجلسة اللي بتسمى جلسة الاستراحة هي إتمام للركعة كما قال الفقهاء، وفيها نقاش علمي بين الفقهاء إنه هذه اللي أخبرهم أو إنه ما أخبرهم به مالك ابن الحويرث رضي الله عنه بعد أن فرغ من صلاته، ووراهم إزاي النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي. بس عايز أكد على جلسة الاستراحة، إن إحنا مثلا في لو الصلاة ركعتين زي الصبح، يبقى في الركعة الأولانية بعد السجود الثاني نقعد شوية وبعد كده أقوم أجيب الركعة الثانية، ركعات الرباعية الركعة الأولى والركعة الثالثة اللي هم الركعات الفردية، الركعة الأولى بعد السجدة الثانية بقوم قايمة قاعدة شوية وبعد كده أقوم للركعة الثانية. طب لو كانت الركعات زي المغرب ثلاثة، هيبقى ده في الركعة الأولى، لأن الثالثة خلاص بعدها بيكون الختام الصلاة. بعد كده أخبرهم سيدنا مالك ابن الحويرث هو بيعلم قومه رضي الله عنه، انه بعد ما خلص، يعني بعد ما علمهم كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، انهم اتوا الى النبي عليه الصلاة والسلام بعد اسلامهم واقاموا عنده واستأذنوه في الرجوع الى اهليهم، وادن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبرضو اكد النبي عليه الصلاة والسلام على التالي، اخبرهم بمواقيت الصلوات التي يجب عليهم أن يصلوا، الميقات بتاع أو ميعاد صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وأمرهم بعد ما بين ليهم مواقيت الصلاة، إحنا عرفناها من الحديث مش من القرآن، أمرنا بالصلاة وبينت السنة كيف تكون الصلاة، بينت المواعيد وبينت، وأمرنا في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واللي بين مواقيتها حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلمها للصحابة الكرام وهكذا إلى أن وصلت إلينا. فإذا أنا النهاردة بأطعن في السنة، فأنا بطعن في هذا العلم العظيم، هذا الوحي، وبطعن كذلك في القرآن الكريم، ما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب أنا هعرف منين اللي ادهوني النبي واللي نهاني عنه النبي إلا من الحديث الشريف؟ يعني حاجة بالمنطق وبالعقل. وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أخبر مالك بن الحويرث، أمرهم إنه إذا دخل وقت الصلاة سواء في حضر أو سفر، إنه يؤذن لها أحده، إن واحد منهم يقوم بأداء شعيرة الأذان ليعلم الناس بدخول الوقت، وإن يأمهم للصلاة أكبرهم سنا. طيب هنا سؤال مهم، وهو كيف يأمهم أكبرهم سنا والنبي عليه الصلاة والسلام يعني له حديث آخر يقول فيه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله،
اللي هو جاء كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. نجمع بين الحديثين بأن أنه يتقدم للإمامة بالسن ويؤخذ أو يعتبر للسن لما يستوي الحاضرون للصلاة في القراءة، مثلا 20 مصلي، العشرين دولت هقول منهم 10 أو 5 حفظة متقنون للقراءة ومستوى واحد في العلم. طيب مين اللي هيقوم؟ ساعتها هنشوف من أكبرهم سن. يبقى أول حاجة لازم يكونوا أقرأهم، يعرفوا يقروا، يعرفوا يؤدوا القراءة، يعطوا للقراءة حقها ويكونوا أصحاب علم في هذا المجال. طيب استووا في العلم، يبقى بيقدموا بعد كده الخطوة اللي بعدها بيقدموا في السن. الإسلام وضع نظام حتى في الإمامة في الصلاة، وإحنا بنتعلم هذا النظام من القواعد اللي حطها هذا الشرع الشريف. وحتى ده مسألة التقديم بالسن مفهوم جدا من قصة مالك ابن الحويرث والشبيبة اللي كانوا معاه ساعتها، لأنهم أسلموا مع بعض وهجروا مع بعض وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموا النبي عليه الصلاة والسلام استقاء العلم، واستووا في مسألة العلم، في مسألة الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى ما يتميز به بعضهم عن بعض إلا أنه مسألة السن. فإذا استووا في المستوى العلمي ساعتها مين اللي حيقوم؟ يختاروا أكبرهم سنا ليؤمهم في الصلاة. الحقيقة الحديث ده سواء الأول اللي بيحكي فيه مالك ابن الحويرث الرحلة اللي راحها وما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بيروي ده عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت المروية التانية اللي بيحكي فيها أو بيعلم فيها سيدنا مالك ابن الحويرث قومه كيف تكون الصلاة، بتجد معاني عظيمة في هذه في النظر في هذا الحديث. مشروعية، أولا اتعلمنا جلسة الاستراحة عرفناها من هذا الحديث، عرفنا أن الصحابة مش على درجة واحدة في العلم، في تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في العلم بسنن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عند بعض الصحابة ما ليس عند الآخر. برضو اتعلمنا من هذا الحديث إن الصلاة في غير وقتها للتعليم، إن يجوز النهاردة بعلم صغار أو بعلم طلبة علم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا عايزة أصلي صلاة قدامهم عشان أعلمهم، لا مانع، لأن ده موجود في الحديث. أيضا الحرص على إن إحنا يحرص الإنسان على تعليم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، يبقى أهل البيت يعلموا الأولاد، يتعلموا كيف كانت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي كان بيصلي بهدوء، وإزاي إن هو كان كده ما فيش عجلة في أداء الصلاة، وبنتقصى كده وبنتبع سنن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نتعلمها ونعلمها لأولادنا. الحديث ده برضو بيعلمنا هذا المعنى. وبعد سياق هذا أو استحضار هذه الأحاديث المباركة وإحنا في مقام بيان منزلة السنة النبوية المطهرة وأهميتها في التشريع، لأنه كنا هنعرف منين مواعيد الصلاة، ونعرف منين إن الظهر، إن صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر والسنن القبلية والبعدية، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كنا هنعرف منين ده؟ كنا هنعرف منين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو معلمنا صلى الله عليه وسلم؟ احنا بنأكد من خلال ما نستحضره على خطورة أمر الدين، وإنه هو علم، الدين ده علم قائم على الإسناد والتلقي. فلان خد من تتلمذ على فلان وخد منه، وفلان ده تتلمذ على فلان وخد منه، وفي علم كبير اسمه علم الرجال بيتلقوا العلم أتقياء، وفي صالحين وعلماء أتقياء اشتغلوا على السند واشتغلوا على المتن. ده علم كبير رواية الحديث، ليس بالهوى والتشهي، نتحمله عمن كان قبلنا ونحمله لمن بعدنا حتى يظل هذا العلم غضا كما جاء إلى أن يشاء الله تعالى. وفي المقام ده وإحنا في ختام هذه المسألة نستحضر قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الذي يقول فيه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. صدقت يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. نذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة. بنذكر برضو حضراتكم بمواعيد لقائنا وإياكم من السبت إلى الأربعاء. من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، وفي شريف استقبال أسئلة حضراتكم معنا على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. يوم الأربع من كل أسبوع هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بالسادة المشاهدين اللي بيرسلونا عبر صفحتنا، بنجاوبها من خلال هذا اليوم، وبتكون أجوبة واخدة حقها، يعني بتاخد وقتها في الإجابة، مع كمان عرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. معانا أستاذة نغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ اهلا وسهلا ست نغم، اهلا وسهلا. انا اسفة على الإزعاج. ابدا، تفضلي. عندي سؤالين ان شاء الله. تفضلي يا فندم. شفت الملك ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. لما رأوه زلفة، تمام. ما معنى زلفة؟ حاضر. والسؤال الثاني برضه شفت الملك. ايوه. قل رأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ غورا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. غورا فمن يأتيكم بماء معين. أيوة. شكرا جزيلا. عايزة تفسير الآية حبيبتي. تمام يا ست كل. أستاذة سهير. أستاذة سهير. أستاذة سهير. أستاذة سميحة. أهلا وسهلا حضرتك. السؤال بتاعي أنا بجيب حاجات وكلمات. والناس دي بتاخدها مني وبعدين ترجعها تاخد الفلوس من اللي اشتريناها منه، هل انا ذنبي حاجه في الحكايه دي؟ يعني حضرتك بتروحي تشتري البضاعه من مكان. ايوه. وتبيعيها بالقسط. بعد كده الزباين بتوعك بعد ما خدوا البضاعه وهيقسطوا لحضرتك بيروحوا للمكان اللي انت جبتي منه. بس وطي التلفزيون يا ست سميحه. وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون. بياخدوا الفلوس. بيكيشوا الحاجه. الفلوس دي حلال انا بشتريها لك مني.
وبديها لهم في ايديهم وبيقسطوا لك وبيقسطوا لك وبعد كده بيروحوا يرجعوها للمكان اللي حضرتك جبتيها منه كانهم بيبيعها لهم وياخدوا الفلوس كاش. بالظبط. تمام. ما اعرفش ماليش دعوه بيهم. حاضر. انا بشتريها لهم وامشي. عرفت بقى بعد كده انهم بيرجعوا وياخدوا الفلوس. اه حاضر. شكرا. معانا استاذه هاله. ايوه ايوه يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذه هاله، اتفضلي يا فندم. انا كنت بس محتاجه اسال حضرتك على سؤالين. اتفضل. انا كان ليا ايام زمان عليا ايام صيام كتير. ايوه. ما صمتهاش، هل دي بيبقى ليها كفاره غير الصيام؟ انا عارفه ان انا لازم اصومها. اه يعني ايام من الحيض يعني. بس انت ما عوضتيش خالص يا هلا طول الفتره اللي فاتت؟ لا عوضت، بس في سنين يعني كان عندي فتره شغل شغلاها وكان في سنين ما كنتش بقدر ان انا اصومها، فاتجمعت معايا يعني حوالي 3 سنين مع بعض. انا عارفه الايام. انت عارفه عدد الايام. حاضر. حاضر. هل عليها كفاره مع الصيام ولا لا؟ حاضر. اتفضلي. لو انا يعني ربنا بالنسبه للخلفه وكده انا بتابع كتير يعني ومع الدكاتره بتابع، بس في يعني حاجه لان يكون الدعاء مستجاب. انت يعني بتدعي ربنا بالانجاب الذريه؟ ربنا ان شاء الله يطعمك بنين وبنات صالحين وصالحات من اهل القران الكريم، حفظا وعملا. حفظا وعملا واخلاصا وتعليما. قولي امين. والمشاهدين اللهم امين. اللهم امين. حاضر. لو في دعاء ندعو بيه. حاضر ندعو، بس يبقى معانا رضا برضو، يبقى احنا راضيين. معانا استاذه سهير. استاذه سهير تحاول تدخل. استاذه سهير مره تانية ولا ناخد السؤال؟ استاذه عبير. ايوه معاكي. اتفضلي يا استاذه عبير، بسمع حضرتك. ايوه ازي حضرتك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي بالسؤال. بس ممكن التلفزيون بس نوطيه خالص، تسمعيني من سماعه التليفون. اتفضلي. ازيك يا استاذه نادية عمر؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله ست الكل. اتفضلي. انا عايز استفسر منك على حاجه وعايز اسالك على حاجه بس. انا معاكي. حضرتك في خلاف بيني على صله الرحم. في خلاف بيني وبين اخواتي. انا الاول اصلا يعني ما كنتش باقي على ماما. هي مدخله بين الاخوات كذا مره يعني اروح اصالحها مش موافقه. يعني قصد حضرتك انها مدخله نفسها بينكم؟ يعني انا زي حضرتك كده، انا وانتي اشتكينا على حاجه. فبتقولي فهي بتقولي مالك يعني بفضفض معاها. فبقول لها حصل بنتك كذا 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 كذا. طبعا البنت دي الصغيره. فالمهم مسكتني بهدلتني، انت ازاي بتعملي كده في موقف ان هي بتخبي عليا كل حاجه وهي كل ادق حاجه في بيتها عارفاها، ودي كانت خدعه مني. المهم يا دكتوره بس عشان التفاصيل، انا اول مره اتكلم حضرتك. معلش. اول مره. انا بعزك جدا جدا جدا، وانت انسانه محترمه وانت فوق راسي والله. الله يرضيكي. الله يرضيك. المهم يا دكتوره، انا بس عشان انا في وزر ولا لا، لان انا رحت وبيتها واخوها. طب انا عايزاكي تهدي وهسالك سؤال دلوقتي. هي الام بتفصل، لكن بتفصل وبتاخد جنبي، يعني ده اللي انت قصدك تقوليه؟ بتاخد جنب. بصي بقى دكتوره اللي حصل يا دكتوره، بس انا عايزاكي تهدي. لما اخوها توفى هي قبلها بيوم قالت لي لا، ما شافتني في المستشفى لما اخوها توفى، شافتني في قبلها بيوم. انا اتصلت بيها، كانت انا رايحه اشوف اخوها في المستشفى، قالوا هيموت.
فلما رحت عشان اشوفها كانت معاها عيالها، فانا مش لا داعي عشان ما يفيش مشاكل اتحط في مشاكل ليها وليا، قلت اتصل عليها عشان هي شافتني وانا شفتها، بس ما رضيتش اروح اسلم عليها عشان هضطر اسلم عليهم، لان هم هنوني قوي وهنوا جوزي وهنوني انا. يعني انت دلوقتي بس عشان الوقت، معلش يا استاذ عبير، هي والدتك، انا بس احكي لك اللي حصل في الاخر، بس مع اذن حضرتك اديني 5 دقائق. ما عنديش، معلش، قبل ما تكلميني، قبل ما تصالحيني صالح اخواتك. طيب خلاص، انت كده هي علقت صلحها، علقت الوالده صلحها على صلح اخواتك، تمام؟ هو ده السؤال. معلش عشان احنا بيبقى الوقت معانا ضيق. انت منفعله قوي يا استاذه عبير، اهدي شويه. معانا سؤال تاني، خلاص الوقت. طيب هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل نبدا الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. الأستاذة ناغم بتتكلم في سؤال عن سورة الملك، في قول الله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هي بتتكلم على كلمة زلفة، ما تقصد يعني القرب والدنو، إن الكفار كانوا بينكروا قيام الساعة، وإن بينكروا الحساب والعقاب والجزاء وكل شيء. فالآية هنا بتصور حال هؤلاء اللي كفروا لما يأتيهم ويبقى زلفة يقرب منهم ويشوفوه بعينهم، اللي كانوا بيكذبوه في الدنيا، عندما يرون ما وعدوا به بقى من إيه؟ من الحشر والحساب والوقوف لبعد الحساب، يأتي بعد ذلك الجزاء وهكذا. ساعتها هتسود وجوههم وتظهر عليهم علامات المذلة والانكسار، لأن دي هي علامات الكفار يوم القيامة. وتقول لهم الملائكة، يتقال لهم من قبل الملائكة الكرام: اللي انتوا شايفينه ده وكنتوا زمان تقولوا ده بعيد مش هيجي، هو دلوقتي قدامكم، هو اللي كنتم يعني تركتم الدين وطلبتم الدنيا وقلتوا ان ده اليوم ده مش هيجي، ها أنتم الآن تشاهدونه بأعينكم أمام أعينكم، وها هو قد وقع الآن. ده معنى الكلمة من خلال سياق الآية. حضرتك بتسألي برضو على كلمة تانية في الختام الصورة: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فأنت بتقولي غورا. قل هنا الخطاب لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه قل لهم أيها الرسول الكريم، أخبرهم. هو طبعا السورة عموما يعني فيها تنديد بما كان يصنعه الكفار وبما كانوا يطلبونه، وكانوا بيتمنوا موت النبي وبيتمنوا موت الصحابة الكرام، وكان القرآن بيندد بما كانوا يعني، حتى لو إن دنا أجلهم أو إن أجلهم أو كانوا أصحاب أجال طويلة، من اللي حينجيكم من عذاب ربنا؟ وترجع السورة برضو توجههم إلى النعم اللي موجودة حواليهم، في محاولة إلى أنهم يفيقوا إلى الخالق العظيم. فهنا الخطاب لحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام: قل لهم أيها الرسول الكريم، أخبروني إن ذهب ماؤكم غورا، يعني غار في الأرض اختفى من قدامكم، بحيث لم تعد أيديكم تطاله كما كانت تطاله أو كانت تطوله يعني، فمن يأتيكم بماء؟ مين اللي حيرزقكم بغيره؟ لبعد هذا الماء، غار الماء يعني دخل إلى أعماق الأرض بحيث الإنسان ما يقدرش يستعمله، فإيديكم مش هتقدر تصل بيسر إلى هذا الماء. وجاب الماء هنا أو خص الماء بالذكر لأنه نعمة ظاهرة قوية يشتد احتياج الإنسان إليها، رغم أن الإنسان بيستهتر به، فجاب نعمة دقيقة لتذكير هؤلاء الغافلين بنعم الله تعالى في أنفسهم وفي الكون حولهم، ليبصروا آيات الله ويصلوا من خلال التأمل فيها إلى بديع صنع الخالق العظيم. عشان كده ده معنى غار، يعني اختفى أو إنه غاص في الأرض. بالنسبة للأستاذة سميحة، بتبيع سلع
وبعد كده يجي الزبون اللي خد منها السلعة بالتقسيط يروح للمصدر اللي هي جابت منه يرجع السلعة كأنه بيعيد بيعها أو بيرجعها وياخد عشان يكيش الفلوس. هي بتقول اللي بيعمل كده أنا في مشكلة بالنسبة لي، هو الأصل زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده بأن البيع بالتقسيط هذه المعاملة هي من أنواع بيوع المرابحة، الزيادة فيها في المال مقابل الزيادة في الأجل. يعني أنا النهاردة بقول له السلعة دي كاش ب10 تقسيط ب15، الزيادة دي عشان التقسيط، ده معنى أنه المرابحة، واللي انت بتقسطي ان الزيادة من اجل الايه الاجل وليس مال مقابل مال يعني. وبالتالي ما فيش على حضرتك اي سوء ولا محظور فيما تقومين به. اما بالنسبة لقيام الاشخاص ببيع ما يشترون بالتقسيط اللي خدوه منك بالتقسيط فبيبيعوه بعد كده ياخدوه الكاش كامل عشان ياخد الكاش في ايديه مع الالتزام بسداد الاقساط، برضو لا شيء فيه بشرط ان ما يبقاش ده نسق عام يعني او حاجه تنظيميه عامه، لانه ده ممكن يضر بعمليه السوق وعمليه العرض وعمليه الطلب. يا صاحبه السؤال انت ما عليكيش حاجه في هذه المعامله. استاذه هاله بتقول في ايام صيام كتير هي ما صمتهاش يعني عليها أكتر من 3 رمضانات، وبعدين بتقول هل علي كفارة عند تعويض هذه الأيام؟ ليس عليك إلا القضاء. وحتى من ذهب من بعض الفقهاء بوجوب كفارة بنقول لهم أين الدليل على ذلك؟ لأنه لا شرع إلا بنص. ما عليك، أنا علي دين، علي قضاء هذا الدين اللي في رقبتي، ولم يأتينا في عند التأخر كفارة، فعليك قضاء الأيام، تحصي هذه الأيام، تشوفي يعني كم يوم عليك وتصومي هذه الأيام. يا صاحبة السؤال، ونذكرك غدا إن شاء الله بالأدعية اللي حضرتك طلباها، والأستاذة عبير تكون هديت برضو ونجيبها عن سؤالها بإذن الله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان فرجا ومخرجا بحق، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق،
ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.